أهلا وسهلا بكم في المحاضرة السابعة من دور التعليم برنامج وورد الخاصة بفريق إسبرين التطوعي قسم التنسيق. في هذه المحاضرة إن شاء الله راح نشرح عن المخططات الهيكلية والمخططات البيانية. فعندنا المخططات البيانية هي تمثيل القيم الأرقام برسومات هندسية، طبعا هدف منها التوضيح لتكون أوضح للعين. نأخذ مثال بسيط. أنا عندي فريق إسبرين التطوعي بيعمل في 3 جامعات، 3 أفرع، جامعة إدلب وحلب الشهباء والشمال الخاصة، و3 كليات: طب البشري وطب الأسنان والصيدلي. أنا بدي أعمل إحصائية أو جدول أو قائمة بعدد الأعضاء بكل فرع، وبدي أمثل هاي الإحصائية أو هاي الأرقام أو هاي البيانات بمخطط بياني. طيب كيف؟ تمام، طريقة سهلة وبسيطة، من قائمة إدراج ومخطط. من إدراج مخطط، أول شي راح تطلع عندي هاي القائمة. طبعا أنا عندي عدة أشكال لهاي المخططات، مثلا بختار أحد هاي الأشكال، عندي عمود، عندي خط، دائرة، شريط إلى آخره. ولنفرض عمود وموافق، ننتظر حتى يتم إدراج المخطط. طبعا راح لاحظ إنه راح يفتح عندي برنامج إكسل ضمن قائمة. برنامج إكسل راح يرتبط بشكل مباشر في المخطط، راح يكون مرتبط بشكل مباشر بهذا المخطط، وفائدته انه انا راح املي الارقام والبيانات عن طريق برنامج اكسل، وبرنامج وورد مهمته انه يحول هاي الارقام او البيانات الى مخططات بيانية واشكال هندسية. طبعا شغلنا راح يكون ضمن هاي القائمة، ضمن قائمة برنامج اكسل. طبعا مثل ما انكم لاحظين انا عندي اعمدة وعندي صفوف. تمام، الأعمدة اللي هي السلاسل، سلسلة أولى، سلسلة ثانية، سلسلة ثالثة. طبعا أنا بس بتحكم في عدد السلاسل، بحس نضيف وبحس نقص. تمام، هاي بالنسبة للأعمدة. بالنسبة للصفوف اللي هي فئات، أيضا في عندي فئة أولى، ثانية، وثالثة إلى آخره، كمان بحس نزيد الفئات وبحس نقلل الفئات. تمام، طبعا السلاسل عندي هاي السلاسل اللي هي بتمثل الأرقام الموجودة على يسار المخطط، اللي هي هاي الأرقام. طبعا هاي الارقام حسب البيانات اللي عندي وحسب حجم الارقام راح تكون عندي، راح يدرجها البرنامج بشكل تلقائي هون. طبعا هاي بالنسبة للسلاسل. بالنسبة للفئات اللي هي الصفوف، بتمثل التسميات اللي هي هاي في الاسفل. تمام، راح ناخذ مثال مثل ما حكينا، جامعة ادلب وحلب الشهباء والشمال الخاصة، هاي الافرع وهاي الكليات. بجي اول شيء للسلاسل. السلاسل بتمثل الاعمدة واللي هي الافرع. تمام، انا فيني اكتب الافرع هون. السلاسل عندي فرع كلية الطب البشري، ننتقل للسلسلة الثانية طبعا عن طريق مثل ما حكينا في الجداول، ننتقل من خلية لأخرى عن طريق الأسهم الموجودة في الكيبورد. السلسلة الثانية كلية طب الأسنان، والسلسلة الثالثة الصيدلة. هاي بالنسبة للسلاسل. بالنسبة للفئات اللي هي الصفوف اللي هي تمثل الجامعات، أول شيء عندنا جامعة إدلب مثلا، الفئة الثانية حلب الشهباء، والفئة الثالثة الشمال الخاصة، والفئة الرابعة بنحدد الفئة وديليت. تمام، هاي صف عندي السلاسل والفئات جاهزة، ضل عندي بس انه املي البيانات. اول شي بنعمله انه بنحذف البيانات القديمة وبملي انا البيانات. طبعا الاحصائية اللي اعطونا اياها، في عندنا في ادلب 58 طالب في كلية الطب البشري في الوقت الحالي، في كلية الاسنان بس بكتب بنتقل مثل ما حكينا في الكيبورد، في الأسنان 28 طالب، وفي الصيدلي 91 طالب. مثل ما انكم شايفين الأرقام اللي على اليسار حسب حجم الأرقام اللي أنا ضفتها صارت عندي هون ترتبت تلقائيا. في حلب الشهباء طب بشري في عندي 25 طالب، في الأسنان ما في أي فرع، في الصيدلي أيضا نفس الشيء. بالنسبة لجامعة الشمال الخاصة، لحد الآن ما تم افتتاح الأفرع، راح نحط أرقام افتراضية ولنفرض 20 في كل فرع. تمام،
هلا عندي انا المخطط تم ادراجه، وبرنامج اكسل ما ضل له اي شغل، انا ادرجت البيانات وانتهيت منها، فيني استغني عنه. هاي المخطط صار جاهز. هاي في عندي هون ادلب، في عندي اللون الازرق بيمثل كلية الطب البشري، وهذا اللون بيمثل الاسنان، واللون الرمادي بيمثل الصيدلة. كلية الطب البشري في ادلب مثل ما انكم شايفين، مثل ما ملينا في البيانات 58، صيد الاسنان 28، هون عندنا حلب الشهباء 25 طالب كلية طب بشري وإلى آخره. بناخذ مثال آخر ولنفترض مخطط بياني دائري. في عندي هون إحصائية، مثلا عدد الطلاب الناجحين والراسبين في مادة الأناتومي. في عندي الناجحين 86 طالب والراسبين 115 طالب. أنا بدي أحول هاي البيانات، تمام، اللي عاطيني إياها، لمخطط أو لشكل هندسي. تماما، من إدراج مخطط، وبنختار الشكل الدائري. ولنفترض فينا نختار الشكل اللي انا بدي اياه، دائرة عادية او ثلاثي الابعاد او الى اخره. بختار هالشكل وموافق. مثل ما تعلمنا راح يتم ادراج المخطط، راح يتم ادراج نافذي لبرنامج اكسل، وراح امن البيانات عن طريقه. تمام، هاي الارباع او الاسطر راح يتم ملئها في عدد الطلاب. يعني مثلا في الاول بكتب عدد الناجحين، وتحت عدد الراسبين، وهون ديليت وديليت. هون بدل المبيعات بكتب عدد الطلاب الناجحين تمام. صار في عندي هذا المخطط ما كنتم شايفين. ما ضل عندي سوى ملء البيانات فقط. مثل ما حكينا عن عدد الطلاب الناجحين 86، 80، 86، وعدد الطلاب الراسبين 115 طالب. هلا مثل ما كنتم شايفين هذا المخطط وملأنا البيانات، هلا فيني استغني عن برنامج اكسل. تمام، هذا المخطط، هي عدد الطلاب الراسبين، فيني انا اغير اللون واختار اللون الاخضر. فيني الطلاب الناجحين او الراسبين اعملوا فيه اللون الاحمر. تمام، هاي صار عندي مخطط جاهز وتم ادراجه في البيانات. هلا بعد ما انتهينا في عنا عدة اوامر. مثلا مثل ما انكم شايفين انه البرنامج بيتعامل مع هاد المخطط على انه كائن نصي، يعني ما بس انا غير موضع المخطط، تماما مثل ما تعاملنا مع الصور عند ادراج الصورة. طيب كيف انا بدي احل هاي المشكلة؟ كالعادة من التفاف النص، طبعا من قائمة التنسيق، في عنا هاد ادوات المخطط تصميم وتنسيق خاصة بهاي الخيارات خاصة للتعديل على المخطط. من قائمة التنسيق والتفاف النص، ونختار امام النص. تمام، هاي طريقة. ولا الطريقة الثانية من هذا الخيار اللي موجود جنب المخطط، بضغط عليه ونفس الخيار ايضا امام النص بختاره. هلا صار فيني انا غير موضع المخطط، وفيني صغر الحجم وكبر الحجم مثل ما انا بدي. الموضوع الثاني، اذا انا بدي اغير الانماط، بدي اغير نمط هالمخطط من قائمة التصميم. طبعا بعد ما نحدد المخطط راح تطلع عندي هاي القائمة مثل ما حكينا مرة، قائمة التصميم، وفي عندي هاي الأنماط موفرة البرنامج. بختار النمط اللي أنا بشوفه مناسب، مثلا هذا النمط. تمام، أنا فيني كمان أعدل اللون أو غير الألوان من قائمة التنسيق، وعندي هون تعبئة الشكل، وبختار مثلا عدد الطلاب الناجحين باللون الأخضر، وعدد الطلاب الراسبين في اللون الأزرق او في اللون الاحمر. هاي طريقة. ولا الطريقة الثانية، بضغط كليك ايمن على المخطط، وعندي هون تعبئة، فيني اغير اللون من خلال التعبئة. وفيني كمان اتحكم في المخطط التفصيلي، في لون المخطط التفصيلي، ممكن اتحكم في حجمه، مثلا ممكن يكون عريض، ممكن يكون في اللون الاسود،
تمام، هون كمان نفس الشيء. تمام، بقى عندي موضوع مهم آخر. إذا أنا بدي أعدل على بيانات المخطط، تمام، مثلا أجتني ترتيب جديد وأنا بدي أرجع أعدل على البيانات، ولنفترض هون عندي عدد طلاب الناجحين 86، بدي أنا أسوي هون 77 طالب. تماما، بنروح من هون على هذا الخيار، تمام، بنروح من هون ومباشرة على قائمة التصميم، وعندي هون تحرير البيانات. تحرير بيان بضغط عليها ترجع تفتح عندي قائمة اكسل، وبحسين ارجع اعدل على البيانات. من هون بحط 77 وبطلع من برنامج اكسل تعدل المخطط. باقي عندي موضوع بسيط جدا اللي هو نوع المخطط. انا بس نغير نوع المخطط حتى بعد ملء البيانات، يعني مثلا من دائرة الى عمود او من عمود الى شريط الى اخره. بحدد على المخطط اللي انا بدي اياه، ومن قائمة التصميم، وهون عندي تغيير نوع المخطط، فيني اختار عمود مثلا. تمام، مثل ما كنت شايفين عدد الطلاب الناجحين والراسبين، فيني هذا المخطط حوله ل ولنفرض خط. تمام، هاي صار عندي، او فيني اغيره لشريط. تمام، ما راح نكتر شرح عن المخططات، بظن باقي الخيارات في قائمتي تنسيق وتصميم كلها شرحنا عنها وواضحة وما بدها اي شيء. هلا راح انتقل معكم للمخططات الهيكلية سمارت ارت. باختصار، المخططات الهيكلية تستخدم لعرض البيانات بتنسيق هرمي باستخدام اشكال هندسية. طريقة ادراج المخطط الهيكلي من قائمة ادراج وسمارت ارت راح تطلع عندي هاي القائمة. في عندي قائمة عدة اشكال، في عندي معالجي، في عندي دائرة، في عندي هيكلة على إلى آخره. ولنفرض ناخذ هذا المثال وموافق، راح يتم إدراج هذا المخطط. هذا المخطط أنا بحسن أعدل عليه من قائمتي تنسيق وتصميم. هون من الأنماط فيني أغير النمط، مثلا 3D، ممكن استخدم هذا النمط مثلا. تمام، ممكن أغير اللون، أيضا اللون اللي أنا بدي إياه، ممكن استخدم اللون الأخضر أو مثلا اللون البرتقالي. تمام، هلأ أنا فيني أضيف عدة أشكال. بضغط كليك أيمن، حدد أي مربع، بضغط كليك أيمن وإضافة شكل، بعطيه إضافة شكل للأسفل. هاي صار عندي 3 قوائم. تمام، مثلا أنا بدي أضيف شكل هون، بدي يصير عندي 3 تفرعات لهذا المربع، كمان بعطيه إضافة شكل للأسفل راح يصير عندي 3. هون نفس الشيء، ممكن أعطيه إضافة شكل قبل، راح ينضاف عنده شكل هون. كمان هون إضافة شكل للأسفل نضاف عنده. هاي بس بتحكم بعدد المربعات بهاي الطريقة، أو من قائمة التصميم. وفي عندي هذا هون إضافة شكل قبل أو بعد، نفس الخيار، إما الضغط كليك أيمن أو من قائمة التصميم. أنا في من أملي البيانات، تمام، فيني اصغر مربع، فيني اكبره، اتحكم فيه، فيني اتحكم في التعبئة، تعبئة الشكل. معظم هاي الخيارات طبعا شرحناها من قبل، ما بدي اي شيء، وكلها طرق سهلة بسيطة. طبعا بعد ما اخلص ايضا فيني اغير التخطيط تبعه، ممكن اغير التخطيط. تمام، ممكن استخدم التخطيط مثلا. كلها طرق سهلة وبسيطة، ما راح نطول عليكم. وصلنا لهون لنهاية المحاضرة 7 من دورة تعليم برنامج وورد، نلتقيكم في المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى.